تقريبا 10 10 صح كده؟ ايوه 10 الانفاسد. كم في كام؟ 6 الارتفاع 6 وكان 10، كان طوله كله 10 دول. عشرة خمسة. عشرة خمسة. ستة. طيب احنا عايزين بقى نصمم الممبرز بتاعت بس مع الاختلافات حاجات بسيطة. هي الحاجات البسيطة. الباكنج جيم بلان والاوت اوف بلان موجود على طول في الكود بتاعنا. الكود بتاعنا. خلاص؟ مش عايزين نضيع وقت بقى في مسألة الكود، مش الكود احنا كنا واقفين معاه وقعدنا نرغي في الموضوع ده يجي شوية شوية حلوين. تعالى هنجيبه مع الدكتور. اللي انتوا عايزينها هنجيبها لكم بقى. ما جابهاش بقى ما تنساش. خلاص؟ لازم يكون عندك اللي هو في البندر الباكنج ايه بلان والباكنج اوت اوف بلان. وهل انت شغال بولتد ولا ويلدد؟ طبعا هي لو كومبريشن مش هتفرق. هي مشكلة لو تنشن، لو يطلع عليه تنشن فانت عندك فراغات في القطاع نفسه، فكنا بناخد الاليا 85% ايه؟ الاليا جروس السنه اللي فاتت. خلاص كده؟ طبعا هو في التصميم الكومبريشن بيبقى كريتيكال شويه عن التنشن. في الستيل عندنا حسابات بتاعت الايه؟ الباسلنج اناليسيس. في التنشن الموضوع سهل خالص. عندك ديزاين فورس وعندك قطاع هتفرضه. هتفرضه طبقا الابعاد اللي انا هقولها دلوقتي. تجيب البروبرتيز اوف سيكشن بتاع القطاع ده. ايه هي البروبرتيز اوف سيكشن؟ اي اكس والاي واي والار اكس سمول وار واي. خلاص؟ بعد كده لامدا اكس لامدا واي وتقارنها بالقيم اللي موجوده عندك في الكود. في التراس بريدجز مختلفه شويه عن المقارنات بتاعت السنه اللي فاتت. كنا بنقول اللامدا اكس ولامدا واي في الكونفرشن بكام؟ ماكسيموم 180 وفي التنشن 300. خلاص؟ في الريلوي 90 و 110. خلاص 90 الكومبريشن و 160 سوري. خلاص الثاني 110 ومع 140. 90 و 140 و 110 مع 160. ايه ال 90؟ 90 الريلوي والماكسيموم 140 اللي هي سوري التنشن 140 والثاني 110 اللي هي الرودوي و 160 ريلوي. طب اللي متلخبط في الكلام ده موجود عندك في الكود جدول موجود فيه في والديليف اللي دكتور بعته لكم موجود فيه جدول راس ماكسيمم سلندر ريشيو في حاله الريل واي لامدا اكس ولامدا واي اللي هتزيد على 90. خلاص ماشي. في حاله ده حاله الكومبريشن. في حاله التنشن اللي هتزيد عن كام؟ 140. الثاني انا مش عارف بالظبط بس هو موجود عندك في البي دي اف. الكوبري الثاني اللي هو رود واي عندنا الماكسيموم كومبريشن 110 والماكسيموم تنشن 160. خلاص كده؟ خلاص؟ الكلام ده في البوزيشن موجود عندك في الايه؟ الكوبري. اول خطوه هنعملها ايه؟ هنجيب الفورس. احنا كنا واخدين انا ممبر ده صح؟ وده انا طبعا الكومبريشن نص كل في النص؟ ايوه في نص شمال يبقى ده ده الممبر رقم واحد والممبر ده كان تنشن ولا كومبريشن؟ كان في على الشمال في واحد على الشمال ايوه ده من اللي على الشمال لا اللي بعديه بقى ده كام بقى ده نسميه ممبر رقم اثنين. انت مطلع دي عندك اللي هو التنشن اف دي طلع بره السهم انا بس في الايه في الكومبريشن. طيب الشكل الشمس ده عامل ازاي؟ كان في الممبر ده كنا عاطين كده واخدين العدد هنا صح؟ كان 82 تحت ولا فوق مش فاهم؟ 82% كان كام؟ 82% 82% تساوي 5 قدام الليل دول تساوي 2.5 ونقول مثلا
بناخد
الكفر بالعرض كده وهنعمل عليه بريسنج. مش نعمل عليه ايه بريسنج؟ بريسنج كده بالشكل ده من فوق كده. ممكن حد ياخد الكفر ده عند كل ايه جوينت، بمعنى تراس تاني، يعني تراس تاني مثلا ممكن يبقى عامل كده. كيت راس كده هتلاقي كل ممبر هنا، الممبر ده بريس دي امبلان خلاص، هو الباكنج لينس هيحصل على طول. في الاول امبلان في كامر بالعرض اهو، اللي يحصل له اول امبلان باكنج، فالنقطتين دول هيمنعوك انت ايه على الايه على السكوت بتاعه. طبعا ده متوقف على شكل البريس اللي انت عامله في الايه الكوبري بتاعك. خلاص انت عايز تشتغل بريس او ام بريس مش ايه مش هتفرق كتير. خلاص ده بيبقى متوقف على شكل الايه البريسنج بتاعك. ماشي خلاص كده يا شباب، خلاص بسبعة من عشرة يعني. هو المثال ده ممكن كان برضه بريزنت في البدايه مش هتفرق يعني، خلاص؟ بس انت لازم توضحه بالشكل ده، يبقى انت لازم تعمل بريزنت. انا عملت هو كده واخد الاثنين بريزنت. الممبر هنا ايه بريزنت، خلاص؟ يعني تعملها بقول ايه؟ ايوه مش واحد بريزنت. يعني اللي فوق ده بريزنت لان هو هنا فري، الاتجاه ده فري. خلاص؟ لا اللي جنبه بقى اللي هو بتاع هو من هنا بريزنت بس هنا فري برضه. خلاص كده؟ خلاص احنا هنشتغل زيه مفيش مشكله، هنشتغل اللي هو بريست بالشكل ده يبقى 85% هنا. خلاص كده يبقى ايه اكس 85 هنا وزد واي 85% هنا، وعندنا الايه الفرصه الثالثه. طيب ال كانت بكام؟ 5. يبقى 85 في 5 بكام؟ 4 4 بكام؟ 4 وربع، وده ب 4 وربع صح؟ خلاص كده احنا بنعمل الابر بورد واللور بورد في التراس بريدجز على طول بيبقى ايه بوكس سيكشن، وبنعمل التياجل والفيرتيكال ممبر اي بي اي سيكشن خلاص، او اتش اي بي سيكشن او اتش اي اي سيكشن. خلاص لان احنا هنا فوق مديها القوه كبيره جدا، مستحيل تلاقي هنا الايه مستحيل تلاقي هنا قطاع برود سيكشن يقدر يوقف الايه القوه دي. وباخد ارتفاع عند القطاع بتاع الفوكس سكشن بيبقى عامل كده، هو يعني شبيه بس الفوكس سكشن ما بيبقاش فوكس قوي يعني. عندنا
محمد كذا. طيب الابعاد بقى بتاعت القطاع دي هتجيبها منين؟ اول حاجه بالنسبه للاتش هتساوي طول المنبر على 12 ل 15. طول المنبر عندك كام؟ 5 متر 500 سم يعني. 12 ل 15 اقسم على المرة على 12 مرة على 15 كده اول حاجه متوسط ما بينهم. انت لابس قميص حد اول قدامك 53 ل 41 هناخد 40 سم. خلاص كده؟ يبقى انا عندي ده ايه؟ 40 سم. طيب لو عايز نعمل الفلانجة بتاعتي اخدها البي البي بتاعتي طبعا دي الاتش ها البي باخدها من 3 ارباع من 5 على 4 الاتش خلاص؟ بس دي هتساوي ايه؟
12 في ار سي اعتراف 12 في ار بعد كده طيب السي دي اللي هي تقريبا البيت بنج بتساوي 2 سي تقريبا بنحط 2 سي زي الحته بتاعت الوب اللي في النص بس انا فرضها 2 سي يبقى 2 سي قدمت الايه؟ 12 عشان كده بنقول من 22 ل 24 يبقى 2 في 11 ايه؟ في بنج يبقى 22 ايه؟ في بنج ده كنا بنعمل في البيت بتاع السكشن خلاص فانت هتجيب الريشيو ما بين البي على البي تكون في الريشيو بتاع الايه؟ ال 22 يبقى تعالى نجيب كام؟ 40 تقسم على 22 تديك الايه؟ واحد كم؟ واحد وثمانية من عشرة يبقى الفن هنا يعني واحد وثمانية من عشرة فضل عندنا الايه؟ الجزء اللي فوق ده احنا عندنا الداخلي كام؟ 40 هناخد الجزء اللي مرافق بره ده بنفس النسبة اللي هو 11 ايه؟ 11 تي كمان دي واحد وثمانية برضه كده ناخدها واحد وثمانية يبقى 11 في 1 8 بكام؟ هناخد الارقام دي بكام؟ تقريبا حوالي بتاع 20 سم كام؟ يعني 20 سم وهنا ايه؟ 20 سم يبقى الطول ده كله كام؟ 80 80 سم العرض ده كله ايه؟ 80 سم والعرض اللي تحت ده ايه؟ 40 سم ماشي؟ دي الرفرفه اللي هي لو انا احسب لوكال باكنج هيحصل لها ايه؟ كده لوكال باكنج بالشكل ده كده اللي هي رفرفه السي ماشي طيب كده انا عندي الابعاد بتاعت القطاع اهوت اقدر احسب البروبرتي سكشن بتاعته طيب نحسبها ازاي؟ الدكتور طبعا يعني ما رضاش يدخلكم في الحوار ده وهسيبها لكم في قمه تقريبيه على طول يعني كويس بس يعني ايه؟ لا هو بتاخد اي اكس والاي واي اي اكس ب 4 من 10 اتش والاي واي ب 4 من 10 اتش 4 من 10 اتش والاي واي واخدها 4 من 10 اي ماشي بس يعني المفروض نحسبها يعني مش مشكله توفير وقت يا دكتور الامتحان يعني السي جي بتاعه اللي هو 20 20 20 ايوه 2 زائد البي اللي تحت الضرب اللي تحت هي انا بقول لك حوالي بتاع 2 سم عشان انا بس كده تمام 2 وعندك البي بتاعه 8 اه 8 في 40 يبقى واحد اللي هي بتاعت 1 8 2 وستة 2 وستة 2 وستة 9 من 10 زائد 80 في 81 80 و 81 40 و 9 من 10 40 و 9 من 10 مظبوط على اري 2 في 40 في 41 في 41 81 في 40 زائد 81 40 زائد 1 8 80 مش 80 بقى احنا مش 80 احنا عندنا اه 18 يبقى 76 يبقى خلي بالك دي هتتغير بس معلش اللي هي 80 هتبقى 76 اه هناخد الويب الاول بالنسبه للايه؟ يبقى انا عندي واحد
واحد واربعة. واحد واربعة. فاربعين تكعيب. ماشي. واحد واربعة. ده ايه المربع المسافة؟ خلي بالك بقى. عندك المسافة اللي انت جبتها ليها باشمهندس كانت 25 وكام؟ ناقص 20. ماشي. يبقى 25 7 ناقص 20 وكام؟ الاريا الاول هتبقى 40. واحد واربعة خلي بالك دول اثنين ها؟ ايوه. 25 5 و 7 ماشي ايوه ايوه صح كده؟ 2 مرة ايوه عندنا نضيف بقى عندنا ايه؟ 1 على 12 الفلانجة اللي فوق 180 1 و 8 تكعيب زائد مش 80 هي 76 واحد وثمانية تكعيب في 40 ناقص 9 الاريا في مربع المسافة اللي هي 76 واحد وثمانية في المسافة اللي هي 39 و1 40 وتسعة ناقص 25 وسبعة 40 وتسعة ناقص 25 وسبعة كم؟ 15 وكم؟ 15 واثنين تربيع الفرنجة تحت عايز تحسبها ماشي مش عايز تحسبها مش هتفرق كتير ماشي الفرنجة تحت الاكس مش هتفرق كتير احنا هتبقى 1 على 12 زائد لنا في مربع المسافة اهو تمام لما عشتك هيك خلاص والمربع هنا اللي بيتكعب اللي هو 1 على 8 على 40 على 12 والمسافة اصلا مش كبيرة فانا عادي ماشي خلاص فهنا ايه احسب بقى ده كده 42,948 248 8 من 10 طب الاي واي بقى بالنسبه للفلانجه اللي تحت الاول يبقى 1 على 12 ف 40 تكعيب مفيش تكعيب 1 8 مفيش مربع مسافه لان السنتر مر بيهم كلهم مفيش مربع مسافه ايوه خلاص كده ايوه برافو عليك يبقى احنا عندنا 1 على 12 76 يبقى 1 على 12 76 تكعيب 1 على 8 زائد 2 ويب 1 على 12 1 على 4 1 على 4 من 10 تكعيب 40 زائد ال 40 1 على 4 في مربع المسافة لا نص ال 40 نص ال 40 لا نص ال 40 نص ال 40 المشي فين؟ من هنا لفين؟ لا 20 40 زائد 49 40 و9 فعلا 20 و9 20 و9 مش بنحسب للغايه ايوه يبقى انا عندي المستجيب بتاعي هنا 9 من 10 و20 9 من 10 و20 7 من 10 7 من 10 و20 يبقى هنا عندي كام 20 7 7 من 10 30 كام بالظبط؟ 30 واحسب بقى الاريا كده الاريا تساوي 1 و 8 76 76 2 1 و 8 40 40 زائد 2 40 1 و 4 2 40 1 و 4 1 و 4 مليون 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 رقم رقم لا يا عم دي 42 انت مليون احسب بقى الاريا كده واحد ايوه طبعا بس احنا هنشتغل في المكان ده 4 من 10 ال اتش دي 4 من 10 بي 4 من 10 76 بكام؟ ده 30 سم ايوه 30 19 77 مش لازم لندا اكس هتساوي ولندا واي هتساوي انا نمشي عندنا 4
على 8% على 11 ونص، واربعة ربع المية على كام؟ 19.7% زي ما كنا بنصور بتاعت على على خلاص كام؟ 21.5 طبعا ده اقل من كام واقل من كام؟ الشهادات الرضوية يبقى 110 حد معاك الجدول ده؟ 10 و10 5 اللي هي 36 96 91 طن على سنتيمتر مربع. كيف بقى شويه بتساوي ايه؟ اللاين فورس على الاريا. اللاين فورس كان بكام؟ 442. على الاريا بتاعته بكام؟ 3208. 3000 ايه يا ابني؟ 320 و8. تمام. مش لابس النضاره بس انا. 37. كيف والنسبة كويسة يعني نسبة ما بين ده وده مش بعيدة يعني تلاقي 6.65% ده شغال يعني سهلة دي أبعاد القطاع دي فيها الفرد بتاعها طول الممبر على 12 ل 15 رقم متوسط دي في دانج بقى من اتش هو اتش ولا بنسبه زي ما قربه هو النسبة بتاعته ما ركزتش معايا دي 3 4 5 على 4 يعني من 75% ل 1 وربع فأنا خدت البي زي الاتش عادي جدا يعني تسهيلا يعني ماشي سهل يا جماعه ان شاء الله خلاص والنسبه ايه مش بعيد قوي يعني مش مشكله يعني النسبه ايه في واحد ممكن يعني دي برضه شويه عادي ممكن يتكلم هو مش 15 ما انا مش سايبها يعني خلاص والواي عندك مش كده هتلاقي كده الجيم اكس مش من الواي الرفرفات دي بتكبر في الريتش الريتش في الواي مش في الاكس انت ممكن تقلل دي خالص خليها مثلا لحبك لو كنت خلاها مثلا بدل ما تبقى 18 تخليها 5 سم مثلا 5 سم ده لو واحد بيصمم من بره يعني خلاص اعلاء الايه التحام بس اتكلم ليه؟ طيب انت وهو بقى خدوا بعضكم توكلوا على الله. بوينت 9 فيوجن وبوينت 3 النسا اضرب في هدف بوينت 4 كومبريشن وبوينت 9 كومبريشن. هتلاقي 9 من 10 صح؟ اللي بوينت 4 وصل وصل كده؟ ايوه صح كده؟ لو موجب ونزل هنحسب الطول ده لوحده والطول ده لوحده، الطول اللي عليه موجب لوحده والطول اللي عليه سالب لوحده. صور 4 من 10 على 9. تشابه مثلثات يا جماعه، تشابه مثلثات. مش عارفه بس ده نص ازاي يعني؟ دي 9 من 10 ودي 4 من 10 المسافه دي كام؟ 5 5 هنسمي ده اكس 5 بس ده 5 بس 4 من 10 اكس على 5 ناقص اكس هتساوي ايه؟ عباره عن كبير 4 من 10 هتساوي 4 من 10 على ايه؟ 9 من 10 يبقى 9 من 10 اكس هتساوي 4 من 10 في 5 ب 2 ناقص 4 من 10 اكس يبقى 4 من 10 اكس 9 من 10 اكس يبقى كام؟ 1 من 3 اكس صح؟ 1 من 3 من 10 اكس هتساوي 2 يبقى الاكس هتساوي ايه؟ 2 على 1 3 بكام؟ 1 على 54 يعني دي 1 على 54 ودي اللي باقي 1 على 54 اللي هي كام؟ 3 44 3 46 هتجيب بقى الاف دي دول هتساوي الاف دي دول هتساوي ايه؟ الدبليو دي دول في الاريا نت الاريا نت اللي هي الاريا الموجبه ناقص الاريا الايه؟ السالبه طب نجيب الاريا الموجبه الاول الاريا الموجبه هتساوي ايه؟ مطرح كبيرة نص نص
9 من 10 في الطول ده اللي هو كام؟ 3.46 بلس من اول هنا لحد هنا، ده 1 2 3 4 5 6 6 5 30 وايه؟ 30.